سلام بلاس كديري، لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديالي ونديروا صلاه على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كديرين؟ اش اخباركم؟ يا ربي تكونوا باتم الصحه. نتوما كتشوفوا الفيديو ديالي، وتنبغي نقول لكم شكرا بزاف بزاف على الميساجات ديالكم وعلى لي كومونتير في اخر فيديو، وعلى الدعم ديالكم ليا، وعلى فاش بارطاجيت معكم قلت لكم ما غندير السبوع، وقلت لي الا ما عندكلاش تحشمي حنا يا خواتاتك وعائلتك. تنقول لكم لا يخطيكم عليا، وحق الله يعني واحد الحشمه كانت عندي حيدتوها مني، يعني من جيتكم تنقول حشومه من بارطاجي بالله لا يخطيكم وحق الله. تنشكركم بزاف وشكركم على الدعم ديالكم وعلى الحب ديالكم ليا، لا يخطيكم شكرا بزاف وحق الله. يعني واحد واحد حبت الفرحه تنبدا نقرا الميساج تنقول شوف الحمد لله وحق الله، لا الحمد لله لا يخطيكم. كما كتشوفوني يلا حنا فقنا بدلت الدريريه وهذه ورضعتها، راكم عارفين اول حاجه تتنوضي تكون عندك بيبي صغير، وي بيبي صغير ما شاء الله الله يرزق كل واحده الدريه الصالحه يا ربي. بدلت ليها صايبت ليها الرضاعه، راكم عارفين راه ترفيق قبل، راه فقت مع الخمسه تاع الصباح ضروري تدير ديك الرضاعه مع ديك الخمسه تاع الصباح، عاد تدير ديال الصباح ضروري. صافي بدلت ليها وان شاء الله اليوم غنقدر نخرجوا، غنخرجوا ان شاء الله، نخرجوا نمشيو مع شحال دابا ما خرجت انا وكريم وساجا. اول دابا خرجه ليها غير تديها حط الطبيب وترجعها بالزربه، اول دابا اول خرجه ليها ان شاء الله. والنيت بغيت نبارطاجي معكم باذن الله واحد الخدمه ديال خدمه يعني زوينه، تخدمي غير من دارك يعني ودير واحد صالير زوين. راكم عارفين الخدمه ديال اوريفلام خدمه زوينه، يعني الناس وصلوا لها واحد الصالير زوين. كتخدمي غير من دارك، كتقدري تكوموندي الناس وتكوموندي غير راسك وتجمعي النقاط وتدخلي معك الناس، يعني تتورثي واحد النيفو اللي زوين. راك شفتوا الناس تبارك الله، راه كاين اللي مشات تبارك الله تل السويد، مشات الخارج يعني عبر اوريفلام وتيتخلصوا تبارك الله مزيان يعني زوين. يعني علاش لا ما تدخليش وتخدمي على راسك؟ واحد غير جالس يدير راه راك تقدر. كاين وحده ما صدقتش له، كاين وحده صدقت لها اللي تخدم ودارت فيها راسها راه توصل فيها ان شاء الله. وهاد السيده راه الله يعمر لها، اللي غنحط لكم نمرتها ديجا، كنت خدمت معاها وبارطاجيت نمرتها ودخلوا معاها البنات، واليوم عاوتاني بارطاجيتها معاكم. انا نخلي لكم نمرتها في اول تعليق، والله يسهل على كل واحد يا ربي. هانتوما شحال تكوني توحش هاد المنظر كنت ديما تنصور لكم هاد البالكون من هنايا. هانتوما ولكن اليوم الشميش الجو زوين وحق الله، هذه بس زوينه الدار فيها المنظر زوين، ولكن بارده 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 في البرد وسخونه في الصيف. عرفتي دابا بارده وحق الله بارده، تشوفي حتى يديا بحال ما عادش ناض فيهم بحال شي بالبروده وتي ولاو معاك كنفين ليا. يلا البنات بلا ما نطول عليكم، نخليكم حتى الاخر الفيديو وخليكم معنا باذن الله. حنا يلا دابا خارجين هي السجوجه، ونقول لك انا سميت اختي وبقات عندي في راسك. كريم يلا دابا هبط راه غنمشي نتبعو، قال لي تبعيني وعاد تهز الكروسه. هاي كتكون تاكل الخلاواتي سلام لاباس تيتو تيتو وليو بيبيو. اليوم عرفتي كاين الشويش الا قلت لكم عرفتي شحال هذا ما خرجنا، يا دابا اول خرجه ليها بحال هكا هي اللي تدور وتشوف الدنيا وهكا. كنا عرفتي غير تنشدو الطاكسي ونمشيو عند الطبيب بحال هكا صافي وتنرجعو، يعني ما خرجناش عرفتي حتى راك شو حتى كان الجو مخربق وتسمع بنادم مريض وهذا وتنخاف تنخاف تنقول لكريم اوه ما نخرجش ما نخرجش كاين البرد صافي وتنبقى. يعني اليوم اول خرجه ليها، دابا اول خرجه ليها قال لكريم نيت نخرجوا مع بعضياتنا، دابا نبقاو نخرجوا يمشيو خلينا
صافي ان شاء الله سلام على رمضان ان شاء الله ان شاء الله الله يديك على خير ان شاء الله هذا الشيء اللي كاين سلام مسكتيش الطوموبيل قلت لي مسكتيش الطوموبيل سوق الكروسه تعلم فيها والله عرفتي كاين ديك الناريات كان كشتو كان تدوز بيرمي وكان عدل بشي حان وهكا صدق ما مشاش مسكين فاش صدق كنت عيانه وهذه صدق بخمسي كان تيقابلني ايوا نرجعك ساعة الخير قال كيمشي يدوز ان شاء الله دابا انا عندي بيرمي دابا انا خلاص طالع في 3 سنين غير طالع في 3 سنين طالع في 3 سنين دابا اكسبور انا ما مشيتش مشيت الكلمه عندي الاكسبيريونس بيرمي تمشي ويا الكاني بس كوشي مامي ايه بنتي ايه حيبه ايه زوينه اختي جينا المرجان بغينا نتقداو شي حاجه عرفتوا شنو بان ليا في مرجانيه البنات ويلي اختي تي حما هكا كاين مشد شد 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 هذاك هذاك شوف شوف هاد البينوارات كي دايرين اختي تي حما كاين بهذا اللون الغوزي والكرونه والبيج ها انتوما شوف ديري ليهم الثمن ديال 160 درهم نشوف الطايه ديري ليهم من 12 شهر كبار شي شويه زوينين والله زوينين ديك البينوار شي كاين خد البنتي بينوار حتى يقول لي لبس البينوار خاصها تكبر شي شويه نشري ليها وحق الله نشري ليها باش قد لبسها هذوك عرفتي شنو هذوك هذاك تخشيهم فيهم وما اللي قلت لك ديك المره سخيخنين قلت لك راه ناقصين فيهم الثمن شتي الكريه كاع ما تشد يديها يرجع ما دارت القماط كاع ويل ما بغاتش لينا القماط وتقول شو هادو كله هذا شتي ماما كانوا هنايا في مرجان هاد لي كوسيني زوين بارطاجي معكم هاد لي كوش هاو بومبيرس بروميير اكسترا كير زوين والله الا زوين واخا ناقص شويه زيد شويه الثمن وناقص ولكن ماشي خرج زوين بزاف كنت في الاول بارطاجيت معكم كالين ولا هكا لا علاقه ما زوينش هذا هذا غزال هذا It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. عرفتو نحال سخون في مرجان وعرفتي مع اليوم الويكاند وبنادم كلشي عطله عرفتي الدنيا عامر المرجان سخون سخون مع داير الكليم عرفتي ما خرجتش ربي يغفر لي يدنا وخليش كاري يمشي يخلص وخرج خدينا شي حاجه خفيفه ليكوش وصافي ومقارونيه وهادي وهادشي اللي خدينا كانت ديك الساعه التقضيه باقا ما ناخذوها ان شاء الله بنادم مشى كل انا وكريم باش ناخذوش انا وكريم ما تنتقداوش السلعه هذاك الشيء اللي خاصنا حنا تنتقداو تمشي بغينا شي حاجه باش بغينا ناكلو ونطيبو تمشيو تقداو يعني ماشي ما تتقداوش السلعه قليل الا ديك الساعه تقداو السكر واتاي وصافي والزيت هادشي علاش تقدي يما الشيء الاخر تخلي فيما تتبغي راه تاخذي ولكن راه الجو زوين بنادم كلشي خارج مع العطله تما مشينا عرفتي مشينا للفيلاج دزنا ديك الدويره في الفيلاج لقينا هكا عيالات وداك الشيء جالسين جايبين وليداتهم والماكله وهكا وجالسين هادشي ساجا جاعت كانت ترضع في صبعان عطيتها السكاته مع هي مو مولفه السكاته ما عداش معاها ما قليل فين جات الشده ما ولفاتهاش ليا اصلا ما عطيتهاش ليها في الاول حتى الاخر ما عطيتهاش ليها يلا عطيتها لها دابا شي ثلاثه السيمانات وهذا تشدها الا بغات تلهي بها الوقت ايوا هادشي اللي كان كاين باقي ما خرج من الدنيا عامره شوف البنات شنو وقع دابا جينا باش ناكلو هنايا
وبغيت نصايب للدريه جاعت بغيت نصايب لها ردها ما جبت لها دوك الحوايج ديالها في الصاك يعني الحليب الماء هكا صافي قال لي قلت لك مشيت غسلت يدي قلت لك كريم جبد لي الصاك باش نصايب ردها ايوا يا خويتي جيت لقيت الرضاعه ما جبتهاش جبت داك الشيء كامل غير الرضاعه ما جبتهاش شو العقل اللي هو هي كريم والله ما عندها حتى تكسب شي عقل الدريه مسكينه بقات تدار في الكازا تتلاهي بها ديما تنشدك في اللقطات الحرجة هانية بالصحة بالصحة قولي إلا ما عرفتي رجعتي للطاكوس قولي ما حشمتي تحشمي شي يدي تشكي عليا قولي تي سر والو وخا تيجي قدي غينا ما تجبدي والله عيد عرفتي يلاه دخلنا دابا للدار عرفتي دزتني شان قديت الرضاعه خليتها تسخن بدلت السيجة عاد جيت عاد حتى رضعتها جلست وبدلت ليها عاد جيت هكا قلت نشد التليفون ونهضر معاكم انتم شوف جيت القرعه عرفتي تقرعات عليا كامل طلعتني صعب لي كان باقا ما نعساش راه خليت كريم معاها تيقابل تنعس ولكن خاص ضروري تنعس انا عاد تنعس من بالفيس كريم اختي كريم راه تيغير باش نبدا نقول ليه بحال هكا كتبدا يغير ماشي يعجبوش الحال اودي علاه ساكن الرجال تا هو تيغير ملي يلقاو الدراري الصغار تا هو تيول في الامهات وهذا هو البنات كان دو نهارنا ديال اليوم نتمنى لكم دوزتوا معنا واحد الوقيت زوين وان شاء الله فيديو جاي ان شاء الله باذن الله تهلاو لي فراسكم فيديو اخر ان شاء الله وبيزوات كبيره ليكم تنساوش من لايك ديالكم والدعم ديالكم ليا ولا لي خطيكم والسلام عليكم باي باي